تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكد نائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه قطر أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة الدوحة سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات أو بأية وسيلة أخرى قولا أو كتابة يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت وبالغرامة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدعم الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية وغيرها ضد قطر، وصرح أن عزل قطر يشكل بداية نهاية الإرهاب. وأشار ترامب في تغريدة له على موقع تويتر أن دول الخليج قالت إنها ستعتمد نهجا حازما ضد تمويل التطرف وكل الدلائل تشير إلى قطر. شهد اليومان الماضيان تكدس آلاف السيارات والشاحنات التي امتدت على مسافة عدة كيلومترات من الجانبين في منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر عقب القرارات التي اتخذتها المملكة والإمارات والبحرين بإغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية مع قطر. وكان المنفذ وحتى قبل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية وقطر التي تمت في عام 1965 بمثابة نافذة للقطريين البرية على العالم. أكد وزير الخارجية السعودي عادل جبير أن إيران هي الداعم الأول للإرهاب في العالم ويجب معاقبتها على تدخلاتها في شؤون المنطقة ودعمها للجماعات المتطرفة والإرهابية، مشيرا إلى أن أفكار النظام الإيراني السياسية مرفوضة تماما. وأضاف الجبير أن إيران هي الأولى في إنتاج العبوات الناسفة والمتفجرات التي قتلت آلاف الأبرياء. قتل وجرح عدد من الأشخاص في هجومين منفصلين في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم، إذ فجر انتحاري نفسه عند ضريح الخميني فقتل شخصا وهاجم مسلحون مقر البرلمان ما أدى إلى قتل 7 أشخاص. وهناك أنباء عن احتجاز أشخاص رهائن في إحدى طبقات مبنى البرلمان بحسب ما قالت وكالة تسنيم. شنت مقاتلات قوات التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت قيادات تنظيم داعش خلال اجتماع لهم في حوض اليرموك غربي درعا بحسب ما أفاد به مراسلنا، مشيرا إلى أن من بين القتلى أبو محمد المقدسي وهو قائد ما يسمى بجيش خالد بن الوليد التابع لداعش. أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق قتل المسؤول الأول عن معامل داعش لتصنيع العبوات الناسفة في مدينة الموصل القديمة، كما أعلنت تحرير 75% من حي الزنجيلي في الساحل الأيمن للمدينة. نهاية الموجز، في أمان الله.